بسم الله، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من جمهور التالتة. قبل ما ابتدي أي حاجة وقبل ما نتكلم في الكورة وقبل ما نتكلم في الرياضة، خلونا في البداية نتقدم بخالص التعازي لأهلنا في الإمارات في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ربنا رب يرحمه ويغفر له، ودايما زايد وأهل زايد وهم أهل الخير بالنسبة لنا، نعزيهم في الفقيد وربنا يجعلها آخر الأحزان.